شو أفضل وسيلة للتعامل مع إصابات الأوتار؟ أول شيء، إذا استمرت الإصابة لفترة زمنية طويلة فلا بد من مراجعة الطبيب المختص، طبيب العظام، العلاج الطبيعي وأخصائيين تقويم العظام. النقطة الثانية، إذا هذا الألم كان ألم عرضي، كيف بنعرف إنه هو ألم عرضي؟ حدة الألم بتبلش تخف بعد الإصابة بعد 2 لـ3 أيام، ماكسيموم أسبوع بيروح الألم. إذا استمر الألم عندك أكثر من أسبوع لابد من مراجعة الطبيب. طيب، إذا كان الألم خفيف كيف ممكن أتعامل معه؟ أول شيء ريح. إذا كنت عم بلعب بالنادي بزاوية معينة لابد أني أريح هذه الزاوية اللي جاني فيها الألم وما أستمر على اللعب، لأنه من أخطاء اللاعبين أنه بيستمر على الألم على أساس أنه هذا الألم يزيد التروية في المكان فيروح الألم. هذا الشيء خطأ، بيكون في عندك إصابة بحد معين وبتصير تزيد هذه الإصابة نتيجة الضغط على الوتر أو العضلة المصابة. النقطة الثانية، استخدام بعض أنواع الأنتي إنفلاماتوري، مسكنات الألم بعد استشارة الطبيب أو استشارة الصيدلي، وكمان مسكنات الألم اللي تستخدم بشكل توبيكال موضعي. أنا بستخدم الفولتارين جل لأنه أعلى امتصاص وأعلى كفاءة. والنقطة الرابعة واللي هي استخدام الكمبريشن ستوكينج اللي هي كمبريشن سبورت، لأنه بيعطينا كمبريشن ثيرابي، بيعطي نوع من الراحة، بيساعد على الهيلينج بفترة زمنية أقصر، وبيريح وبيمسك العضلة وبيثبتها.